كابتن يوري واتانابي، تقرير ميداني. فيليشيا هاردي المعروفة ببلاك كات مفقودة، تعتبر ميتة. كانت مشتركة مع زعيم الماجيا هامر هيد، بيبتزوا باقي زعماء العائلات. هاردي خانت هامر هيد، هو استخدم سلاح سمور مخصوص وخد بطاره بعنف. هاردي وأداة الابتزاز الاثنين فقدوا في الهجوم بتاعه. دلوقتي هامر هيد هدفه الدم. الابتزاز مش وارد خلاص، هو بيأمل إنه يحارب عشان هو عايز يخلص من باقي زعماء الماجيا بالقوة. عشان كده فضل يستولى على أسلحة السمور التقيلة اللي سابوها بعد ما رحلوا. إحنا تحافظنا على معدات السمور على قد ما قدرنا، بس يمكن ما تكفيش. دي حرب عصابات مميتة ونيويورك ولعت وسطهم، واحتمال نبقى محظوظين. الماجيا حبسوا هامر هيد في مصحة هارلم القديمة. لو قدرنا نشتت رجالته، مجموعة صغيرة ممكن تتسلل داخل المبنى ويجيبوه حي. عندنا فرصة واحدة بس، ولازم نستغلها. الوضع بيسوء هناك. جاهزة لما تجهز. ماشي علي، هوجههم للاتجاه الغلط. انت جاهز؟ سبايدي، اتأكد. هايل. ده مش نظام سيادة الملازم. آسف يا كابتن، هدية عيد ميلاد من الطفل مش دايما بتشتغل معايا، فاهم؟ أنا هعديها المرة دي، ارجع خط الاستعداد. تمام. يلا بينا. حد فيكو قرا فصل التضليل في كتاب فن الحرب؟ لا؟ كويس. حرب ماجيا أهلية، هامر هيد ضد كل العائلات الثانية، وأنا متورط في النص طبعاً. مش قادر أصدق إن هامر هيد اختار مصحة متدمرة علشان تبقى بيته. لا لحظة، أنا ممكن أصدق ده جداً. لازم أخلي الرجالة دول مركزين عليا لغاية ما يوري وفريقها يدخلوا ويمسكوا هامر هيد. كل واحد من الزعماء لازم يبقى له اسم زي هامر هيد. خلينا نفكر، ايه رايك في الغزاله بقرون؟ ده حيوان رائع. طيب وسمك الوطاط مرتبط بالكائنات المائيه؟ اسمع، اقترح بسرعه بس. احنا معناش الارقام دي، منطقه المرجع. انسى رجاله هامر هيد، ركز مع السايدر. رجالة هامر هيد بيضربوا باقي رجالة الماجيا، عامل زي لما تروح حفلة بتكره كل الموجودين فيها. خسرنا واحد. دي منطقة الماجيا. مفيش طرف من الاثنين عنده نقص في البلطجية. ها يوري، انت كويسة؟ أكد انك قضيت على الهدف. تمام، هتحرك. يلا نتحرك. يلا. أيوة هي كويسة. خليكم تضربوا في بعض وأنا هكمل تسريع العملية. بلطجية ماجيا كتير وبلطجية هامر هيد كتير، ده دمار للممتلكات. ثانية، أنا ممكن أعمل ده طول اليوم يا جماعة، بس أنا ما بحبش كده. هتبقى عامل زي الحصى.
أثر على أزاز العربية. اكتفيت من تشبيهي بالحشرة. ها. هي السمور عارفة أنك استلبت الدروع بتاعتها؟ نعرف واحد معاه درع احسن بكتير. عدد رجالتنا بيقل. انت بره ملعبك. كان عنيف قوي زي ما توقعت. الأحسن إن نلحق يوري. أهلا يوري، كله تمام بره؟ فريقك عامل إيه؟ الاستقبال وحش، يمكن تكون في القبو ولا حاجة، لازم أروح لها. طيب حلو، جميل ومخيف، وأكيد مش مسكون. أنا عارف إن يوري تقدر تخلي بالها من نفسها، بس أكيد في حاجة غلط هنا. أنا لازم ألحقها. أرجوك ما تخليش أي أشباح تدخل هنا، مش هقدر أتعامل معاهم النهاردة. مش لازم كل مصحة تكون مسكونة بأرواح الناس اللي كانوا بيتعاملوا وحش هناك، بس المصحة دي أكيد مسكونة. فاكرين انهم هيبقى. ما تتكلمش وانت بتتسحب. شكلها دي قاعدة العمليات بتاعت هامرهيد. بس هو دول كانوا بيتخانقوا على المناطق، على مين هيحكم ايه لما باقي رجالة الماجيا يمشوا. حظ سعيد في ده، زعماء الماجيا التانيين اذكياء جدا. يوري، مش مطمن للي سمعته، لازم اروح لها وبسرعة. مين مهتم؟ الشرطة في كل حتة، وسبايدر هنا كمان. هنقضي عليهم، هنقضي عليهم كلهم. محتاج طريق أقصر، لازم أبعد الراجل ده عن طريق الناس. في سخونية هنا. هامر هيد بيتكلم عنه كتير قوي وعن كل حاجة ليها علاقة بيه. واو. أيوة، يبقى بطل تسأل إيه اللي جوه الأوضة. فهمت. أكيد ما توقعتش إن ده يحصل. أنا مسكتك يا سبايدر. ده كده كلهم. دلوقتي إيه اللي يخلي هامر هاد يسيب المأجورين دول يحرسوا الأوضة؟ تقنيات السمور، لكن ايه هي بقية الحاجات؟ وازاي هامر هيد حط زعانفه على كل ده؟ دي ادوات كتيرة للفيديو الموبايل. ده جديد، بس ده متطور قوي على انه يبقى من انتاج هامر هيد. كاميرات المراقبة الداخلية، اكيد يوري في واحدة منهم. هيعيدوا نتيجة نظام الامن القديم. يلا يا يوري. الحكاية إني راجل محترم، لو خبط كنت خليتك تدخل. لا، بس لازم تروح وتتسلل وسطيهم. دي المشكلة مع الضباط الجداد، مفيش احترام. جبان! نعم.
أكيد أنت تعودت، كسبنا احترامك. تضربنا نرد الضربة، عرفناك مقامك، عيشناك الخوف. بس دلوقتي انت فاكر ان حبيت هوا ممكن يطير؟ وقت رجوع الخوف تاني. ارمي سلاحك، حط ايدك ورا راسك. ولو قلت لأ كابتن؟ انا اسف. يلا دلوقتي. هو ده الخوف. يلا يا كابتن يلا. ها؟ يوري انت فين؟ يوري متأكدة اني كويسة؟ تمام، انا عايزة فرصة اخد نفسي بس. خلينا نتصرف، انا همشي ورا هامر هاد وهعرف هو بيخطط لايه. انت محتاجة تخفي. ده هيبقى حلو. محتاجة اتصل بعائلات الرجالة واعرفهم ايه اللي حصل. بس خليني اعرف لو اي حاجة حصلت. لو عرفت اي حاجة قولي. اوعدك اننا هنوقف الشخص ده. لا احنا اكيد مش هنوقفه، احنا اكيد هنعاقبه. هامر هاد خلى الموضوع شخصي النهاردة، ما اقدرش اخليه يكمل هرب. انا سمعت اشاعات ان رجالته بيستريحوا في المكان اللي من غير اسم، احسن مكان عشان يبدأوا منه الصيد. يوم جديد اتدمر في مبنى تاني عريق في نيويورك، وما حدش عمل كده غير سبايدر مان. كلمة السر هي خلينا ادخل يا غبي. ها برافو، حاول تجربها. مكان من غير اسم، نقطة تجمع اشهر مجرمين نيويورك. آخر مرة رحت هناك الخناقة خدت معظم أجازة عيد العمال، بس دلوقتي أنت معايا يا صديقتي العزيزة. أكيد في حد هنا عارف هامر هاد بيخطط لإيه. محتاجة تنصت على شوية كلام وأشوف أقدر أعرف إيه. الحشرة. لا
أكيد في حد هنا عارف هامر هاد بيخطط لإيه. محتاجة اتنصت على شوية كلام وأشوف أقدر أعرف إيه. مفيش أسلحة ولا خناقات ولا قوات خارقة، ها؟ ده بيوضح حاجات كتيرة قوي عن الناس اللي بتيجي هنا. أيوة، بس مش عايز أديلك أسلحتي. على آخر فندم القانون بتقول أسلحتي لازم تبقى معايا. طيب تمام، نشوف بقى. مش عايز. آسف، حد من رجالة التصليحات بتوع الماجيا لازم يصلحه. أنا عارف. في أصوات دوشة كتيرة، لازم أحاول أميز الكلام اللي جاي بسيرة ماجيا أو هامر هاد. دلوقتي هفصل المحادثة. هايل. خلينا نشوف الرجالة الشرفة دول هيقولوا ايه. انا سعيد اننا سيبنا الماجيا. هامر هيد دلوقتي هو مستقبل المدينة. انت مش شايف ان في شوية فوضى؟ ايه؟ انت عارف اللي هو بيعمله في نفسه. مشروع اولمبس ده مش طبيعي. ايه؟ والوشم اللي انت عامله ده طبيعي؟ ها؟ ده مش زي ده. طيب مش بحب اقعد اخمن، بس انا متاكد ان مفيش طلبه شاطرين كتير في الاوضه هنا. تشرب حاجة بعدين؟ لا، أنا عندي بيسبول. إيه؟ يعني هتتفرج على ماتش؟ أقصد إني عندي بيسبول. على المستوى الداخلي إحنا كويسين أوي. مستحيل. لا بجد، إحنا بنكسب على طول. إحنا دلوقتي بنقدم المشروب اللي أنا بكرهه هنا. وقت التنفس. اكيد واحد من الرجاله عارف هامر هاد بيخطط لايه. مين فيهم غامض اكتر من الباقي؟ لازم افصل اطوال الموجات الصوتيه دي. ده جنان. كل زعماء الماجيا محبوسين في مكان واحد. الاغبياء فاكرين انهم في امان بالطريقه دي. الزعيم هيوريهم، هيضربهم كلهم مرة واحدة ويسيطر على الماجيا. زعماء أغبياء. لو هامر هاد خرج الزعماء هيسيطر على الماجيا كلها. أنا لازم أوصل لهم الأول. أكيد في حد هنا عارف مكانه. لازم أفصل أطوال الموجات الصوتية دي. أنت الهجوم على زعماء الماجيا حصل فين؟ انت عارف المكان؟ لا، بس الراجل الجديد بيقول انه عارف. هامر هاد قال له ده بطريقة شخصية. ايه حكاية المستجدين اللي بيعرفوا معلومات قبلنا دول؟ انا هضرب الولد ده. اتمنى ان الشاب الجديد يكون عارف مكان الزعمة فين. يلا يا مستجد تقدر. لازم أفصل الموجات الصوتية دي. أنت سمعت إنك عارف فين مكان الزعماء. وطي صوتك. أنا بس أنا معرفش. يلا يا مستجد. عرفت سمكة جديدة ملعونة. بس أنا عارف مين اللي يعرف. فيني وجينو. أيوة هما ورا ومش هيقولوا لأي حد. هي دي الحكاية. فيني وجينو عارفين كل حاجة. بطل رغي بقى يا راجل يا مستجد. فيني وجينو، ها؟
محتاج ارجع ورا واشوف هم عارفين ايه. في باب عند لعبة بينبول اكيد هيوصلني لورا، محتاج افتحه بس. المكان ده مش نظيف. دينو جينو؟ لا دينو. انا هتصرف. اعذروني انا جاي. ديوس تاني؟ ايه اللي بيحصل هناك؟ فيني وجينو؟ دي خطط كبيره. دي خريطه المشاريع هامر هيد، لازم ابص عليها بس اوضح. هامر هيد طبع فلوس لسنين في مصنع التقطير وورشه تصليح العربيات. حرفيا لقيتها. لما اخلص هنا هتصل بام جي، هتبقى عايزه تعرف اخبار عن اماكن الواجهات الاجراميه عشان ما طيب. وبعد كده لازم الاقي فيني وجينو واعرف فين مكان زعماء الماجيا. هي دي مشكلتي. تمام. بشرب المشروب ده هنا مع انه وحش. اوحش مشروب. لازم اروح الحمام صح؟ على طول. تفتكر مشكلتي ايه؟ الحمامات دايما مكسورة. الحمامات المقرفة دايما. ثانية، هو انت سمعت عن حاجة اسمها مشروع اولمبس؟ انا سمعت، انا ما عجبنيش ده. ممكن يكون مهم. ده ممكن فعلا، هتموت. مشروع اولمبس؟ ليه ده دايما بيتقال هنا على طول؟ فيني وجينو اعتقد. الرجالة دي عارفة خطوة هامر هاد الجاية. متهيألي هلاقي دفتر ملاحظات على الترابيزة. ده مكان فيه حراسة اكيد عارف ده. ده أكيد من بره. زعماء الماجيا دول مش عارفين خالص هامر هيد مخبلهم. دول هيتفاجئوا. أكيد مكان زعماء الماجيا في الملاحظات دي. لازم أشتت انتباه الاتنين الحلوين دول. غالباً ده عيد ميلادهم، هم زعلانين. ده زي أول يوم في المدرسة. أيوة ده منطقي. ممكن أشوش الأنوار. هتهزر معايا؟ ده خلص على واحد منهم، دلوقتي الباقيين. في صندوق كهربا هنا؟ صندوق مكهرب؟ ده اللي انا قلته. انت قلت متناول. ايه ده راديو؟ لا يا معمد يا خبر. دلوقتي فرصتي. انا بحب الكلاب. صلح النور وانت ساكت ممكن. كان لازم اجيب معايا اخي. الزعماء مستخبيين في مسرح اورباك، لازم اوصل لهم قبل هامر هيد. برافو يا عنكبوت يا آلي. دلوقتي اختفي وانا هبقى ارجع لك بعدين، وانا معايا ازايز منظفات كتيره. ام جي انا بيتر. مسجله رقمك على تليفوني يا بيت، مش محتاج تعرفني بنفسك. ماشي واضح. اسمع انا عارف انك ماسك قضيه ماجيا الاجراميه، انا عرفت حاجه ممكن تساعد. بجد؟ انا عارف اربع مواقع لاماكن مشاريع هامر هيد، وانا متاكد جدا انها مش مشروعه. انت مش معاك فلوس بس انا ممتنه لمشاعرك، انا هشوفهم دلوقتي حالا. ما تسيبنا جمع المعلومات، هبقى ابعت لك اللي هلاقيه. ده هيكون مفيد، قدامي وقت محدد نتكلم بعدين. في شاهد شجاع لدرجة انه يقف قدام هامر هيد، انا لازم اروح واخلي بالي منهم. كنتش محتاج مساعدة. ايوه عملت كده. فاكر ما نقدرش ننقل حد خطوتين؟ انت مش شايف ايه اللي بيحصل هناك؟ انا مش واثق في حد. دول بيتحركوا، انا هفضل اتابعهم عشان لو حد نطلهم فجأة. شوف.
الدنيا هادية لحد دلوقتي، ممكن تكون هادية زيادة. ياه، كان نفسي حد يكون معايا عشان يسمعني وانا بقول كده. آسف، احنا متراقبين. عصابة هامر هاد دايما في المكان الغلط والوقت الغلط، لازم احافظ على امان الشركة. انا عارف انكم كنتوا بتخططوا تودوا الشاهد لهامر هاد النهارده، بس ده مش هيحصل. ممكن الدنيا تبوظ، لازم اخلي عيني في وسط راسي عشان لو لقيت رجاله هامر هيد في اي مكان. اكيد في جاسوس في الاذن، تغيير في الخطه. سبايدر مان، ايه اخبار العمليه؟ حلو، لقيت معلومات عن الزعماء. وايه الاخبار عندك؟ تعبانه، لسه مخلصه مكالمات مع عائلات الرجاله. كان موقف صعب. كويس، بس صعب. انا هتصرف يا يوري، ما تقلقيش. طيب نروح لمسرح اورباس، وقت مقابله الزعماء. لكل الوحدات في المنطقه مطلوب دعم في موقع تبادل نار شغال، حادث قريب من انسونيا. الزعماء اكيد جوه، شكلهم كده في امان. كانوا في امان، هايل. اسف يا جماعه، التذاكر كلها خلصت، اللي هي بتاعه الكراسي المريحه الحلوه كمان. هجيب الزعماء دول بأي طريقة. مش هتعمل الحاجات دي أصلاً. الحفر، الحفر، لازم أشوف اسم أحسن من كده للحاجات دي. عزو، احنا بنصر رجالة واحد ورا التاني. لو قعدتوا في بيتكم بس ما كنتوش هتدفعوا كل ده علشان تشتروا في شهر. خلوا بالكم. يا جماعة بصراحة أنا شايف إنه أحسن تتفرجوا عليه بالطلب. وسعوا الطريق. في رجاله كمان على السطح. دول حاطين متفجرات في المبنى، ده هيقتل ناس كتير. لازم اخرج رجاله هامر هيد بره واعطل القنبله. هو هامر هيد بيخلي اللبس كاجوال في يوم الجمعه؟ اكيد البدل بتضايق، لازم تجربه قماش سبندكس. عطلت قنبلة، فاضل واحدة. القنابل فوق دلوقتي، هم على السطح التاني. طبعا متفجرات تانية، لازم اتحرك بسرعة. هو انتوا ما بتتعبوش ابدا من الهزيمة يا رجالة؟ اكيد ده بيتحطم الروح المعنوية.
يلا الحق يا بيت، ما ينفعش تخلي القنابل دي تنفجر. عطلت واحدة في اثنين، الناس قاعدة مستنية. ايوه يا جماعة ايوه، دي لعبة من ثلاث اطراف، الناس متحمسة. طيب اكيد الزعماء في امان دلوقتي، لازم ادخل جوه واشوفهم علشان لو حصل حاجة. اتمنى الزعماء يكونوا بخير ومستعدين يلاقوا مخبأ تاني. جماعة محتاجين بجد نعيد النظر في نظام الأمن. صح، عشان مدرعات الحفر. شيء واضح. قرف، ده مش كويس. يا يوري ده هرب مع الزعماء. ايه انت بتتكلم بجد؟ تقنيات السمور اللي كان بيسرقها كان عندها اكتر في مستودع الاسلحه. انت قلت لي انك هتتصرف، انت قلت لي ما تقلقيش. عملت كده وبوظت الدنيا، انا اسف. مفيش راحه، مفيش وقت تاني، انا هتولى الموضوع دلوقتي، هكلمك لما يكون في خطه. زفت. كويس يا سبايدي بجد كويس. اهلا يا جماعه، ده انا واضح يعني. ما عنديش وقت لده النهارده يا سكوبول. دايما بيكون في وقت عشان نشوف محتوى كويس، بالذات لما يكون البطل هو احسن رجل عنكبوت في نيويورك مع تحديات حياه او موت حقيقيه مليانه بالمخاطر. يلا انت عارف انك عايز تشارك في الموضوع الممتع ده، ما تخليش جمهوري يستنى كتير. كده بقى هننطلق. مستنيه قوي اشوف ايه الحاجات الممتعه اللي هيوريها لنا سبايدي الموسم الثاني. انت عارفه انا اصلا حاليا بتكلم مع خدمه اشتراك منافسه، ف ارجوك انا اللي اكتشفتك، ولو مشيت المعجبين بتوعي هيزعلوا قوي وهيتجمعوا ويعملوا اعتصام. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت ومشاركه في القناه. سلام. ماشي، آخر مرة أنا عدلت الفيروس اللي هي حطيته عشان يوريني مكانها كل مرة شارك في البرنامج. هخرج في دورية شوية، هحاول إن أنا أفضي دماغي. أنا متأسف جداً، أنا كنت مشغول. عارف عارف عارف، أنت مشغول جداً، فأنا كنت بفكر ليه ما تيجي معاك؟ تيجي معايا؟ فين؟ أيوة يعني في واحدة من مهماتك أو مغامراتك أو دورياتك أو أياً كان بتسميها إيه، وأنت بتهزم الأشرار وبتنهي الشر، الحاجات دي حاجات الأبطال الخارقين. أعتقد إن لسه بدري على الكلام ده يا مايلز، رغم إني ممتن لطلبك جداً. الموضوع مش زي الأفلام، فاهمني؟ ممكن تتصاب إصابة خطيرة، في أشرار خطيرين فعلاً في الشوارع دلوقتي. لازم أتعلم بأي طريقة. عارف، هنتقابل سوا قريب، ماشي؟ أوعدك. ماشي، شكراً. المراهقين بيحسسوني إني كبرت. اسمع، احنا مش
مش هينفع نخلي هامر هيد يفضل يصلح نفسه، والدبابات اللي بتحفر دي هتدمر السجن بتاعنا. انا هوزع معدات السمور الباقيه في المدينه، خليه يبقى عنده اهداف كتيره، اجبره انه يخرج رجالته. طيب عايزاني في ايه؟ احموا العربيات، هيبقى عندنا نقلات كتيره مره واحده. استعدوا لدعم اي حد يقع في مشكله. هنفذ ده. بمجرد ما ننقل المعدات هنركز على هامر هيد. خليكم مستعدين، حياه الناس في خطر. انا مش عاجباني نبره صوتها، هشوف وقت اليوري بعد ما اخلص. هي بتوقعني في مشاكل كتيره بس ما اقدرش اخذلها. خلينا اشوف لو اقدر القط اشارات اتصالات الشرطه. مفيش عوائق، بكرر يا موكب ثلاثة، اتقدم، مفيش عوائق. الطريق فاضي قدامي، مفيش اي مجرمين. المخبأ الثاني جاهز للاستقبال. طيب كويس لحد دلوقتي. انتباه لكل الوحدات، بيتم حالا نقل شاهد مهم في قضية الماجيا عن طريق قوات شرطة. مطلوب ضباط اضافيين في كارنيجي هول. لكل الوحدات راقبوا رجالة هامر هيد المسلحين على طرق المواصلات. مجرمين مسلحين؟ مش هيطولوا. واضح ان هامر هيد سمع عن خطة يوري. لازم انزل قبل قناصة. وقف الموكب. هخرج القناصة دول بره وحافظ على حركة الموكب. احمل الشحنة. القناصين بيضربوا نار على الموكب، لازم اتحرك. كويس، ده هيخلي الدنيا تمشي من تاني. سبايدر مان خلص على القناصة، اتحركوا. القناصة على طريق الموكب زي ما كان تدريب الرماية، لازم اتحرك وافضي الطريق. قناصة تاني، اقفوا واستنوا لما المكان يكون امان. مش هسيب رجالة هامر هيد يوصلوا لكل اسلحة السمور وتقنيتهم. كلهم على خط واحد واقتلهم، بسيطة وسهلة جدا. الطريق أمان، يلا. إيه حكاية الناس اللي زي هامر هيد دايما عاوزين يدخلوا في حرب؟ يمكن ده ليه علاقة بإن طفولتهم كانت بائسة. واو واو واو، في تانيين من ايه دول؟ دول رجالة هامر هيد، ازاي لاقونا؟ اطلع على تحيات الطابور. مفاجأة يا بتوع المفاجآت. بتوع المفاجآت؟ ايوه بقت كلمة دلوقتي. اكيد هامر هيد عنده فرق شقته بيديله معلومات عن الطريق اللي ماشي فيه الموكب. تاني كده خلاص، انا هروح مع اطفال الحفر، هو ده اسمهم لحد دلوقتي. الشرطة تقدر تأمن تقنيات الصمور. لكل الوحدات، الموقف بيتطور جنب مجمع العمدة، في حاجات بتطلع من الأرض، احنا محتاجين دعم، بكرر محتاجين مساعدة. ما ينفعش أقول المكان آمن، لازم أمشي. واضح إن هامر هيد دخل في حرب مع الشرطة، ويوري طحنة نفسها شوف. أنا عارف إنها مهتمة برجالتها بس هي لازم تتعلم إنها ما تشيلش مسؤولية كل حاجة. والكلام ده من واحد بيشيل مسؤوليات كتيرة قوي. هو انتوا مش بتحبوا الحاجات دي يا رجالة؟ هياخد وقت طويل قوي علشان يترفض، زحمة المرور هتبقى كابوس. سبايدر مان، احنا هنفضل على الموكب لو تقدر تساعدنا مع رجالة هامر هيد. هنفذ ده. انت بتقدر
هنا يا فايدر. عارفين ان الشرطه عند واحد من اطفال الحفر. ما تخليهمش يقتلوا معدات الصمود. اقتلوه. نية الصمود لازم ابعدهم عن طريق يوري. انا هتولى الموضوع ده. انا اقدر اعمل كده. يا سبايدر خليك ورانا وخلاص. تمام. انا هخطط لده. بحب لما الخطه تظبط قوي. تعرف ده يا سبايدر؟ هي دي خطتك؟ هي دي. انا بضيعهم. لازم انجز. يوري توقيت هايل لسه. لا هنا هامر هيد كان مخليك بعيد ووقعنا في الفخ. يوري يلا ارجع حالا. لا, لا. جهزوا الطوارئ وتأكدوا ان غرف الطوارئ جاهزة وعرفوهم احنا جايبين ايه. الموضوع كله كان فخ تمويه عن هدف هامر هيد الاساسي. لازم اوصل ليوري. هو ليه ضرب اسم الشرطة؟ اظن ان كل تقنيات الصمور ما كانتش هناك. واضح ان يوري كويسه جسديا على الاقل. انا عارف انها قويه بس كل واحد عنده نقطه انهيار. يا يوري كان لازم اكون هنا. هو عارف بالظبط بيعمل ايه. راح على طول لحالات مشروع اولمبس. اي فكره عنه؟ لا بس معاه دلوقتي. ايوه وهنجيبه. عارفه رايحه فين؟ هعلمهم درس ما يتنسيش. واو واو واو. نفس عميق. تقدر تتحرك او اقبض عليك. يوري لازم نشتغل سوا. لازم تبعد بقى عن طريقي.
ده غالبا مش هينتهي على خير. مش مصدق انا بوظت الموضوع ده قد ايه. النظره اللي كانت على وش يوري، لازم الاقي هامر هيد قبلها. بس ازاي كل الدلائل بتاعتي ما جابتش نتيجه؟ يمكن لو حددت كلمه بعينها دور عليها في ترددات الشرطه يمكن يجيبوا سيره هامر هيد او الماجيا. وانا قاعد مستني هطلع ابص على الشوارع واشوف رجاله هامر هيد بيعملوا ايه. اهلا لكل الوحدات، بلغات عن وجود مطاردة عربيات. مش المدينه جميله؟ محتاجين ضباط كمان عند سبانيش هارلم. ده شيء سخيف بس انت بطل. وايه اللي حصل؟ الجو حلو. ها عجباني الجزمه. النهارده في برنامج الحقائق فقط مع جاي جونا جيمسون، الماجيا بيحولوا شوارع منهاتن لحرب عصابات. بتسألوا ليه؟ عشان ما حدش اهتم بكلامي لما كان في فرصه. لو كنا طحنا المدينه ورجعنا لحاسسنا المشتركه وخرجنا سبايدر مان من المدينه وما كانش لازم يبقوا بنفس الترتيب. اسف زعيم جرائم واضطرب نفسيا ويدمر نيويورك عشان عايز يحقق نفس الهدف. اسمعوا، هامر هيد ده مجرد حافز عشان يرجعنا الوقت ابسط من ده، وقت ما كانش حد فينا سمع عن قاذف الشباك. هو مش غلطان بس اساليبه مش كويسه، مهاجمه الشرطه، ترويع المواطنين. الراجل ده خلى للاوقات البسيطه اسم مش حلو، زي الامور الشيطانيه. اجبرتني المؤسسه الطبيه اني اشرب مشروبات مجانيه عشان صحتي بتخلي للصودا اسم غريب. وفي الوقت ده فين اللي بيقولوا عليه منقذ مدينتنا سبايدر مان من كل ده؟ أنا محتاج أرتاح شوية. أوبس، آسف. ده هو. ده شيء سخيف بس صح. أنت بطل. ده حقيقي. بقول انا لقيت يا خبر. ده شيء سخيف زيك يا عم. انا اسف. ما عنديش ارسال، لازم ادور على ابراج زياده عشان اشغلها. لحظة، الكلمة المحددة فيها حاجة. بكرر، تقارير عن ضرب نار في هامر هيد، مكان بلا اسم، الوحدات المتاحة تروح هناك. في حد هاجم المكان اللي من غير اسم، لازم أتحرك بسرعة، لازم أوصل قبل الشرطة وأعرف إيه اللي بيحصل. حلو قوي، وصلت قبل الشرطة. خلينا بقى نشوف ايه اللي حصل هنا. ده
ده توحش. مين عمل كل ده؟ يوري. عمري ما شفت يوري بتعمل حاجة زي كده. هي ايه ده؟ العنكبوت الآلي. واو، مش مصدق انك نجيت من كل ده يا صاحبي. هو ده تليفون؟ مكالمة من فيني. اهلا جينو، انت فين؟ في شرطية هجمت المستودع في الشارع الثالث. شرطية؟ وتنابي او حاجة كده دمرت المكان. هودي المصابين المستشفى العام وبعدين هقابل باقي المجموعة علشان نستعد. تستعد ال... هو في ايه هيحصل الليلة؟ انت اتخبطت في دماغك ولا حاجة؟ الليلة الكبيرة، الزعيم عاوز الكل مركز. استعد وقابلنا في نقطة التجمع. ليلة كبيرة، اكيد هامر هاد مخطط لحاجة مع الزعمة. لازم اعرف ايه احسن حاجة اعملها. ان اتابع اللي اسمه به. اتمنى اوصل لمستشفى ميرسي جنرال في الوقت المناسب. لما يوري ثابت الاسم قالت انها هتعلمه درس ما يتنسيش في الخوف. بس مش ده اكتر حاجة خوفتني. اللي خوفني النظرة اللي على وشها. انا شفت النظرة دي على وشوش مجرمين كتير، بس مش على وش ظابط. ميرسي جنرال، اوكي، هتتبع كل استخدامات التليفون في الخمس دقايق الاخيرة. لو فيني صديقي لسه هناك المفروض اقدر اتتبعه. اتمنى. بتوصلني شوية اشارات، بس لازم اقرب من بطاقة فيني التعريفية. دلوقتي انا محتاج اعزل الاشارة. لا، مش فيني. يلا كون انت يا فيني، يلا. مش هو، لازم اكمل بحث. ارجوك كون فيني، ارجوك. ده مش هو، قرف. انا عندي احساس ان ده صح. مش حلو. يلا يلا، لازم يكون لسه هناك. حاسس اني جاسوس. اقل. يلا يلا. ايوه هو ده. جدع يا فيني. فيني اهو. لازم افضل قريب، بس مش قريب قوي. على حسب كلام فيني، هامر هاد عنده عرض مخطط له الليله، واشك انه يكون في برودواي او بره برودواي، او حتى في صندوق اسود للتجربه في لودلو برودواي. يلا يا فيني، عرفني اي حاجه، انت املي الوحيد. هو بيدخل عربية. حركة وحشة يا فيني. عارف مكان ركنة العربية ده كان مهم قد ايه؟ بما ان هامر هاد خطف الزعمة التانيين فهو هادي. انا بخمن ان الموضوع ليه علاقة بيه. انا بس محتاج اعرف ايه هو واوصل لهامر هاد قبل يوري. يا فيني، انا مش قصدي تكون سواق حريص قوي يعني، بس على الاقل حاول تبين انك مهتم بقواعد المرور. هو ده اكيد المكان اللي فيني هيقابل فيه باقي المجموعه. المفروض اتصنت عشان اشوف يمكن اقدر اوصل لاي ادله بخصوص الليله الكبيره بتاعت النهارده. احنا هنروح موقع البنا امتى؟ بعدين الزعيم عايز اضاءة. هو فعلا بيحب الدراما. ماشي، ابقى عرفني لو شفت جينو. تمام، انا قلت له يقابلني هنا. اي حاجة تحصل النهاردة هتحصل في موقع بنا. بس انهي واحد؟ هامر هاد بيتحكم في مواقع كتير قوي.
نام يلا. تمام. أنا هتولى الحراسة من دلوقتي. شكرا. استنى، هو احنا رايحين الجانب الشرقي ولا الغربي النهاردة؟ الغربي يا غبي. يلا. تمام تمام، آسف. مشاكل في الأذن الداخلية بتخليني أحس إني تايه. موقع بونا في الجانب الغربي، ده قلل الاحتمالات شوية، بس لسه برضو لازم أفضل أسمعهم. أكيد ما توقعتش إن ده يحصل. جينو فين؟ كان المفروض يتصرف في موضوع الأسمنت. هنبتدي الساعة 9 بالليل، مفيش وقت للغلط. أنا هشوف موضوع الخلاط، كل حاجة هتكون جاهزة قبل 9، أوعدك. العرض هيبتدي 9، كويس، بس لسه محتاج أعرف المكان. بص، هو الموقع عند محطة ألف في شارع 34، قطر جي ما يتحرش في مانهاتن، أنت حكايتك. يا غرع بطل غتاتة، أنا أصلاً من جيرسي، ألف الشارع 34، فهمت؟ موقع بونا عند الشارع 34، دي هاتسون يارد. تمام، يعني هامر هاد بيخطط لحاجة للزعمة الليلية دي في هاتسون يارد. هتأكد إن الجماعة دول مش هيظهروا عشان يساعدوا بعد كده. تمام، هم دول كلهم. واضح ان العرض الكبير الليله دي. انا ليه كده عندي احساس ان نهايته مش هتبقى سعيده. ماشي، وقت العرض. اتمنى ان اللبس يكون مناسب للموقف. ليه عامر هاد ما يبقاش مجرد مجرم ماجي عادي؟ يعني يدير تجاره اداره نفايات، ويلبس لبس رياضي، وياكل لحمه كتير، ويسرق في مناسبات. ليه يكون عنده طموحات كبيرة قوي كده؟ يمكن الموضوع ليه علاقة بالطبق اللي في راسه. أتمنى أن أكون سبقت يوري في الموضوع ده. لو اتقابلت مع هامر هيد وش الوش، ممكن تعمل حاجة تندم عليها. أهلاً يا مايلز، أنت كويس؟ بتسأل ليه؟ ماشي، إحنا لسه ما اتكلمناش عن الحسن عنكبوتية. ضيف دي للحاجات اللي هنعملها الدرس الجاي.
أوه ماشي أنا كويس، أنا في المستشفى العام. أنت في المستشفى؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ هو كان في حد بيطرد؟ لا 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 ولا حاجة من دي، هو بس نصيت من فوق جسر. أنت إيه؟ نصيت من فوق جسر في كوينز. أنت كويس؟ طب أنا جاي أخدك. لا 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 أنا كويس جدا، هو صباع رجلي اتكسر. أنت عارف إن مفيش حاجة يقدروا يعملوها للإصابات دي، هما بس بيتمنوا لك التوفيق. مايلز ما ينفعش تتصرف في التصرفات دي. فهمت ده دلوقتي؟ ما بهزرش، يمكن يكون عندك قوة خارقة بس أنت مش منيع. صدقني قوتك الخارقة، مش قادر أصدق إني هقول كده، لكن دي مسؤولية لازم تتعامل معاها على الأساس ده. أيوة آسف، هحسن من نفسي. أنا متأكد، وهشوفك في الأجازة دي وناخد درس تاني. ماشي ماشي، شكرا يا بيتر. ما تزعلش يا ولد. هنا، خرجونا من هنا. زعماء الماجيا، بصوا مين هنا. الحشرة جه في ميعاد الإذاعة بالظبط. إذاعة؟ مساء الخير نيويورك، أهلا بكم مع ترفيه الليلة دي، تغيير الحارس. فاكرين لما الشرف والولاء ما كانوش مجرد كلمات؟ كانت الماجة يتخاف منها ويحترموها. الليلة أيام زمان الحلوة رجعة تاني. النجدة! النجدة! كان نفسي أشارك في الاحتفالات. خليكم مكانكم، هشوفكم كلكم قريب قوي. لو ما قفلتش خلاط الأسمنت الزعمة هيدفنوا أحياء. وقفت الموضوع حاليا، لازم ابعدهم عن التحكم. لازم اتمنى اكون فعلا سبقتها. مستوى الاسمنت لسه قليل، هحافظ على الوضع كده. في حد طلب علبة سردين؟ حمر هيت خلاص اتصور وهيشتغل كتيرة. حد شغل الخلاص. انتوا عارفين؟ هيبقى أسهل بكتير عليا اضربكوا لو سبتوا الدروع. الخلاط اشتغل تاني. عندكم مانع لو سميت الحاجات دي اطفال الحفر؟ متهيألي الاسم ده هينتشر. كل الناس شايفه الدروع حاجه حلوه، بس بصراحه لا، هي فعلا حاجه حلوه. الاسمنت وصل لنص المسافه، طفل حفر تاني. كم حامل كوبايات عندكم في البتاع ده؟ انا اطفال حفر. مش عارف، يبقى هات انت اسم ليهم. ايه رايك نتفقهم الموت؟ مش متوقع. الزعمة هيموتوا لو ما وقفتش الخلاط.
ما محتاجين يصمدوا شوية كمان. مش هسيبهم يرجعوا للخلاط. لا لا لا، الخلاط باظ مش عارف اقفله. الاسمنت تعالي جدا، لازم احاول اقفل الخلاط بشباكي. يلا يا خلطتي امسكي نفسك. ايوه كده ممكن اضيف ضد الاسمنت قائمه مزايا الشباك بتاعتي. ايه رايك في مساعده بسيطه هنا؟ امسكوا كويس، هنخرجكوا بره. الزعمة في امان مع البوليس دلوقتي. سايد تول ودارك وفلات هدد. هايل يا حشرة، تقريبا بوظت عرض الليلة، بس هنتصرف. تعيب برامج الهواء، عجبك؟ مشروع أوليمبس اشتغل، خلص لما كنت بتلعب مع الزعماء. يبقى هو ده اللي كانوا بيلبسوه في باريس في الموسم ده. مضطر أقولك إن الرمادي الغامق مش لونك. أنا بحاول أعيد النشاط للجماهير اللي هنا. ده محتاج زعامة طويلة الأجل. دلوقتي أنا الزعيم. يمكن كفالتكوا تكون ممتدة، بس أنتوا أنتوا هبل. لا، مجرد شخص يعرف عن العلاقات العامة. البلد خلاص ما بقتش تعمل حساب للماجيا، ولا حتى بيحترمونا. بس بعد ما يشوفوني بقسمك نصين كل ده هيتغير. ده وقت استعادة أيام المجد. سنابي بتسلم عليك على فكرة. الجبهة دي ما كانتش هتلحقني لو فضلت تحاول طول حياتها. موضوع الاحترام ده بيحسسني انك ما عندكش ثقة بنفسك. انا هخلي دماغك تبقى مفصولة عن جسمك. اعلمك ازاي تحترم اللي تحت منك. افتكر اني عامل شغل عالي في ده. شكلك يخوف. عارف تمرير براد هيكل خارجي ضخم.
عليك. ايوه، انك تحاول نفسك لجريمة ضد الطبيعة غالبا مش فكرة كويسة خالص. ها صاحبي، ما سمعتش لما قلت طويلة الاجل؟ المجيا القدام عندهم صبر، يعرفوا ازاي يستنوا اللحظة المناسبة. يوري لا يوري، ما تعمليش كده. كابتن استنى، ده فعلا وحش. اخر مره تقابلنا انت قلت حاجه عن الخوف، حاسس بايه دلوقتي؟ مجرد مناظر. زعلانة عشان الكابتن، بس أحسن إن الشرير ده مات. مين قال إنه مات؟ زعيم